السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا جماعة أنا الهاش ده عجبني قوي اللي احنا عملناه ده، والفطيرة أو سموها زي ما تسموها، طريقة العمايل بتاعتها والمقادير بصراحة يعني. شوفوا المنظر يا جماعة، شوفوا الجمال. بصوا شوفوا من ورا من تحت ومن فوق عاملة ازاي. انا لما الحاجه بتتعمل وبتبسط منها بحب ان انا اوريها لكم. شوف الخمر اللي في كميه الخمر اللي في الفطيره، يعني حاجه فخمه قوي بجد يعني. ويعني الوصفه يعني العجينه طبعا هي دقيق ولبن ودقيق ولبن وشويه زيت وبيض. بس انا يعني عايز اوريها لك تاني من هنا. شوف من هنا، شوف يا حاجه مسام سايله واضحه. شوف العجينه عامله ازاي. شوف لا تقول لاي خباز خلاص الموضوع اهي. شوف المنظر الخمر واضحه. وطبعا انا عملت هنا في الوصفه شكلين تانيين، يعني انا عملت شكلين تانيين. انا عملنا هنا دوريه كده فيها، وفي في جواه وفي في في, في داخل هنا، هي يعني داخل هنا جبنه شيدر وجبنه رو وجبنه موزاريلا وشيدر هنا في النص، هنا في الحواف. في واحده تانيه بقى عملتها انا في كلها، عملتها كلها ايه حافيه. المهم انا العجينه لما عجبتني، وهي التانيه لسه في الفرن برضه، هحاول اوريها لكم ان شاء الله. الوصفه انا هحطها لكم تحت الفيديو وانتوا اعملوها، مع يعني قمه الجمال والله. بسم الله. ها لا 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 حاجه صحيح. مامتك مرن طبعا مامتك. جميل ان شاء الله. صور عليكم لما التانية تطلع برضه، هحاول اعملها لكم. خليكم معانا. هم الوقت طلعوا دي من الجماعه من ال شوفوا يا جماعه طلعوها من الفرن اهيت. دي شكل تاني يعني. التانية كانوا حاطين عليها الجبنه فوق، انما دي عملناها في النص في وسطها. يعني شوفوا الجمال، شوفوا الجمال يا جماعه. بجد والله لو رحت اي مخبز هجيبها بمبلغ وقدر. شوفي باينه واضحه يا حاجه. اللهم صل على النبي. بسم الله. يعني دي تعمل لها هديه، دي تهدي بيها اي واحد انت بتحبه، تعمل له الوصفه ديت وتهدوه بيها. اهو استنى كده ما تشوف المطه بتاع الجبنه. شايف 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 لو لو لو. اهو عمل. يا جماعه عايز برضه اقول لكم على معلومه انا سمعتها. اي عجينه خمرانه ما تتباكش، تاكلها ما تتباكش. فالعجينه دي خمرت خالص. انا حاطط فيها 4 معالق خميره. انت هتشوف الوصفة تحت الفيديو، ونشوف الفيديو دوت ومن الوصفة ان شاء الله مش هتندموا، هتنبسطوا منها جدا. شوف كمان نشوفكم على خير يا جماعة. مش هطول عليكم، خلاص قلت لكم اللي انا عايز اقوله لكم. اعملوا الوصفة ديت، وصفة جميلة، وان شاء الله بالهنا والشفاء باذن الله. نشوفكم على خير. السلام عليكم.